FM. الكلمة ليك. نبدأ مع الموضوع اللي كان عنده الاهتمام الأكبر البارح مع مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي، واللي هو بيانسور التحوير الوزاري اللي دوبا ما تم الإعلان عنه رسميا. بدأ تنبير على الفيسبوك. أول حاجة شدت انتباه الفيسبوكيين التونسيين اللي ما همش نبارة حتى تعرف كما قلت، هو الخطة الجهنمية الجديدة اللي باش يشغلها الفائق على دوام سيد الوزير نجم الدين الحمروني المكلف باليقظة والاستشراف. تو الاستشراف فهمناه ونجم نطفي عليه هذا، أما اليقظة شنو معناه؟ شو معناه اليقظة؟ السيد باش يفيق سي الحبيب الصبيح، باش يفيق الاقتصاد التونسي اللي في صوبه عميق، باش يقعد هو ديما فيق، اش باش يفيق بالضبط؟ الله اعلم. دونك سي نجم الدين، مادام هذا في صلب مهامك، نعمل عليك تفيقني مالا غدوة الخمسة متاع الصباح، خاطر الريفين متاع تليفوني ما عادش افيكاس حتى طرف. نمشيو لوزارة الثقافة، مسكينة قعدت كي لحمة الكرومة متاكلة ومذمومة. بعد المرور العجيب للسيدة لطيفة الأخضر، تتحول بقدرة قادر للفنانة سونيا مبارك اللي نجحت كما نعرفوا عمني، والنجاح باهر في تنظيم مهرجان قرطاج، واللي من المنتظر يكون رئيس الديوان متاعها الأستاذ كافون، وفي رئيس وفي رتبة مستشار الأستاذ بلطي. ايش نقدموا في الحوار؟ لكن قبل ما نقدموا في الحوار، لانه فما تشنج كبير، نتابع مع هذا النغم الوطني لسوني مبارك ثم نواصل. اوه، نغم وطني لسوني مبارك زايده مره اخرى. حلو فاس. هذا بركة، انا حكيت على زوز بركة. هكا انا مش انا بركة تكلمت هكا، ريت الكبسة نتاعي كيفاش ردتها هكا، مش انا بركة هاو، انا نعبر على نبض الشارع، نبض فيسبوك. كابا فان، الكلمة ليك.